الشهيد محمد المرأتين اللي شيروا مقاطعهم هتيجي حاضر مدرسة الشهيد محمد جمال أبو اليزيد للتعليم الأساسي بسقلطة، سقلطة دي صهار. ده بقى الغريب، تلقى إجابات عن طريق الموبايل في مادة الفلسفة. إحنا لما الراجل لما شير لما بلغنا عنه الراجل خد منه الموبايل، مسك معاه الموبايل وحطه على إيه؟ على أذنه، بدأ يسمع الإجابات. خلي بالكم من اللي بقوله، رئيس اللجنة أو الناس طلعت مسكت الموبايل، خدت الموبايل بدأت تسمعه، بدأ الراجل اللي بعيد بيعمل إيه؟ وعايز أقول لكم بقى ده مهم، المباحث الإنترنت تواصل مع الراجل بقى اللي بيعمل إيه؟ اللي كان بيرسل الإجابات. فده تلقي إجابات عن طريق الموبايل في مادة الفلسفة. تم إبلاغنا أنه تم ضبط الطالب ميم قاف عين أثناء تلقي إجابات عبر جهاز الموبايل الخاص به، وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. نفس الكلام في الأهلية، مدرسة أحمد لطف السيد الثانوية بنين باسم اللوين الأهلية، تلقي إجابات عن طريق الموبايل في مادة الجيولوجيا. تم ضبط الطالب محمد ميم ألف ميم بعدين ميم ألف ميم ألف وبحوزته جهاز موبايل وسماعة استخدمهما في تلقي الإجابات عبر اتصال بأحد الأشخاص، وقد تم إبلاغ العضو القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية. نيجي بقى للي استخدم الموبايل لكن إيه؟ ما شيرش، مفيش موجود على الموبايل أسئلة اتبعتت. السادات الثانوية العسكرية بنين بديار بنيك شرقية، غش بالموبايل في مادة الفلسفة. تم ضبط الطالب ألف ميم شين ميم والطالب ميم سين شين والطالب ألف ميم ألف وبحوزتهم أجهزة موبايل. تم دول كلهم كانوا في لجنة واحدة. أربعة دكتور؟ ثلاثة. وبحوزتهم أجهزة موبايل تم استخدامها في عمليات الغش، ولم يتم إتاحة أي أسئلة على مواقع التواصل. تخيل بقى الثلاثة دول كانوا هيبدأوا يعملوا محطة بس، لو ما اتمسكوش بالسرعة دي كانوا هيعملوا إيه؟ ثلاثة كانوا هيبدأوا يرسلوا. فده برضه سرعة إن أنت تمسكهم ده في حد ذاته ده مهم. وقد تم إبلاغ العضو القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية. الميناء الرسمية المتميزة للغاية البحر الأحمر، غش بالموبايل في مادة الجيولوجيا. تم ضبط الطالبة دال سين حاء وبحوزتها أجهزة موبايل، ولم تتمكن من إتاحة الامتحان على مواقع التواصل، وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات. شبرا الإعدادية بنين القاهرة، غش بالموبايل في مادة الاستاتيكا. ضبط الطالبين باء ص باء وألف عين ألف وبحوزتهما جهاز موبايل وشريحة وسماعة، تم استخدامه في الغش ولم يتمكن من إتاحة الامتحان على مواقع التواصل، وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق.